موجود على المدرسه مع اشرف اخويا قريب من قطاع الطبيب. علي صوتك. هو شغال انا اخته واقفين لان شغال في العربيه، راح جايب العربيه الكبيره حاططها قدام ايه قدام الورشه وهو شغال. بقول له انا شغال ترجع العربيه ورا. قال له يلا يلا نمشي من هنا انت وابوك عشان ايه مقلش منه. فطبعا واحد شغال قدام بيته الطرف الثاني قدام بيته راح نزعق معاه. فاحنا طلعنا على الزعيق، فما طلعت على الزعيق لقيتهم شباب كتيره ان هم شغالين معاهم في البيبس، كل واحد ماسك صندوق في ايده وحدفه في العربيه اللي تحت ازاي من غير اي حاجه من غير كلام عشان بقول له وصل العربيه مش اكتر من كده. راح كسر العربيه راح اتصلت بسعيد رايح يجيب لبس العيد للعيال قبل ما انا عشان في الزحمه وكده. الحقني يا سعيد ما فيش غير اشرف لوحده، واتصلت باخوه نزلته من فوق كان نايم جيب الشغل نايم، واتصلت باخوه تاني لحد ما جوهم كان الدنيا اتلمت ما فيش اي كلام. سعيد بيقول له كلام بعد الفطار، ما فيش اي كلام هيتكلم معاه بعد الفطار. كان عايزين يقعدوا يتصالحوا لا يعني شوف في ايه اللي بتعملوا كده، انتوا طلبتوا تشيلوا العربيه شلك العربيه من غير كلام. لما انت حتى بتقل ادبك عليه وعايزين ان انتوا تضربوا من غير اي كلام. فالمهم سعيد قال لهم كل الكلام هيخلص بعد الفطار، كل الحكايه 5 دقايق وهنخلص. فطلع اشرف اخوه الكبير فوق ومحمد الصغير مشي بالمكنه كان هيفطر بره، ودخل هو ايه بيقفل الورشه هو وابن اخوه الصغير. لقينا الازايز وضرب النار. فانا عشان عارفه اي خناقه من هدف بدون اي من غير اي حاجه انا ما لقيت الازاز، فقلت انا عارفه ان هم اي خناقه عندهم هو البيبسي وضرب النار. فهفتح التليفون اصور، لسه بفتح التليفون بصور وشفته هو وهو بيضرب بالازايز بقى الازايز علينا هنا وطلقه جت ما اعرفش دخلت في مين. والثانيه بصور لقيتها جايه في اخويا، رحت راميه التليفون من دينا نجم من دينا احنا الحريم على تحت ما فيش غيرنا. لقينا محصلنا بالازاز والطوب علينا تحت مش عايزين يطلعونا، يقولوا هنموتكم كلكم في قلب البيت. اخوه الكبير اللي هو حماده ده لا الكبير شريف اللي هو الكبير واخوه اللي هو خالد وحماد وماسكين شوم والرجاله كلها وعيال كتير اكتر من 50 كل اللي شغالين معايا ماسكين ازايز وانا مصوره في التليفون، وهم كل واحد ماسك صندوق واقفين تحت مغرقين كل اللي شغاله. يعني كانوا عمالين يعني احنا ما فيش حاجه اصلا وسعيد ميت يعني احنا حريم طلعوا يجروا علينا احنا عايزين نشوف اخواتي. انا ده عاجبه عشان اكتم دماغ اخويا الكبير نزل عليه 3 بالشوم والتاني مضروب بالنار. دي جريت على جوزها وانا جريت على التاني جري ورانا احنا الحريم لنا الشباب في الشارع وناس شغاله فوق نزلوا صناعيه لما لقوهم بيجروا ورانا نزلوا هم اللي يهدفوا عننا ما نعرفهمش ما نعرفهمش اي حاجه. وقفوا قالوا لهم انتوا كلكم متكاتلين على الحريم احنا نقف طالب منكم. راحوا كلهم رجعوا ورا لقينا شبكم مجاعه. بقيت الم الطلق من الشارع اقول لهم الطلق اهو اخواتي للصابين اخواتي كلهم مضروبين للصابين. كنت اجري على المستشفى على اخواتي يقول لي هموتهم لي كلهم هيموتوا. امي بتقول له احنا جيران ما عملناش حاجه وحشه، وبعدين احنا واقفين قدام بيتنا مش قدام بيتك. ما تجرأش عندي بيتك وفي كاميرا بالكلام ده ما جاش ناحيه بيتك. هو تعدى كمان على حرمه جاره. هنا احنا قدام بيتنا دي عمارتنا خشن تحت يعني انت اللي واقف عليه وكمان بتراضينا وبتضرب وبتموته عيني عينك. طلع سعيد بيقول له انا اهو انت بترفع عليا سلاح يا حماده. راح قال له وراح ضربه بالنار الصفر. رحت رامي التليفون اللي كنت بصور بيه ونزلت اجري على تحت. هم حصلونا بالازاز احنا الحريم كل ما نيجي نطلع يضربونا بالازاز مش عارفين نطلع ننزل ليهم والازاز والدنيا خربانه زي ما انت شايفين. ايه اللي يخليهم يعملوا كده؟ مش عارفين. يعني احنا مش عارفين احنا اخواتي مش بتوع مشاكل. واسال اي حد هنا في المنطقه مالهمش دعوه بالمشاكل مهما كان السبب او مهما كان المشكله اللي حصلت. ده مش مبرر ان حد يستخدم سلاح. لما جه قبل الفطار بيكلمه وبيقول له انت ليك مكانه واحنا لينا مكانه، ما لقيتش يقول له لا انا في اي مكان اركن. قال له طب بعد الفطار يبقى لنا كلام تاني. مشي كل واحد ما حدش اتكلم في حاجه وكله مين اللي مشاهم؟ اخواتي مش عايزين مشاكل. وامي نزلت قال لهم احنا مش بتوع مشاكل. لم اخواتك يا اشرف واطلع ما احنا ما فيش واحد فيهم ماسك حاجه احنا فاضيين كلهم في ايديهم ما فيش حد ماسك حاجه.
والتانيين محضرين الازاز وشهم وتحت وكله مصور بكده، والناس نزلوا من فوق لما انا ما فيش غير احنا حالين، جريوا علينا احنا، جريوا علينا لما شافونا احنا غرقانين في دمنا، وكمان خلصوا على الرجاله جايين خلصوا على الحريم، الناس هم اللي وقفوا واقفين يجوا، قالوا انت كده نزلتوا عن حدكم، بقى هم اللي مسكوا فيهم.